صباح الخير. توقعات خمس الشهر لليوم تحمل حظوظ جديدة، رح نتعرف على تفاصيلها على الصعيد العاطفي والمهني من خلال جولتنا. نبدأ بجولتنا مع برج الحمل. بتفيد حيوية وبتتخلص من مشاكل أزعجتك طويلاً أيها الحمل، وباستطاعتك إيجاد حلول مرضية ومقنعة مع الشريك. على الصعيد المهني ما تلعب بالنار، لأنك ما رح تكتفي بحرق أصابعك، بل رح تفقد السيطرة على أعصابك واستقرارك. برج الثور، بتمر علاقتك بالحبيب بالفتور، فحاول تخلق بعض الإثارة لتفادي الوصول للفراق. مهنياً ما تخلي أمورك الشخصية تأثر بأدائك، وركز على النجاح يلي عم تطمح له. برج الجوزاء، بتعتزم قضاء وقت مع الحبيب بمكان هادئ بعيد عن ضجة العمل ومشاغل الحياة. على الصعيد المهني تفادي التسرع وكون مسيطر على نفسك، فممكن ترتكب أخطاء، وانتبه أيضاً لأوضاع مهنية. برج السرطان، الشريك بيتصرف بطريقة غريبة اليوم، فحاول أنه تصارحه باللي بيقلقك لتصحيح الوضع. مهنياً طموحك كبير وما له حدود، ولكنك بتبحث عن الفرصة المناسبة يلي بتساعدك على تحقيق هالطموح. برج الأسد، تأذيك طريقة انفصال الشريك عنك لأنه ما بيحاول يبرر آرائه بحجج منطقية مقنعة كافية. أما مهنياً ممكن تمشي بدرب جديد وبتتعرف على أوساط جديدة وبتكتشف أمر بيخليك تتصرف بطريقة سريعة وبتنكب على عمل جديد وبتحقق إنجاز مهم جداً. برج العذراء، يوم غني جدا عاطفيا وبتكون ضعيف امام الشريك وبتترك اثر عند الجميع. على الصعيد المهني بيدعيك اليوم لانجاز عمل او بيتحدث عن عقد بتبحثه او بتوقعه، وسوء تفاهم مع بعض الزملاء بيظهر لك حقيقتهم. منتبع مع برج الميزان، بتلتقي شخص بترتاح له وبتجذبك ابتسامته الحلوة، فما تتردد بالتقرب منه. مهنياً اليوم بيتحدث عن شؤون مالية طارئة وعن ضرورة الحسم بهالمجال، سواء تعلق الأمر بسلفة أو بميزانية. برج العقرب، تستشير الشريك بمسألة كانت تشغل بالك وبتستفيد من الأجوبة يلي بتتلقيها. على الصعيد المهني تبهر رؤسائك بأفكارك يلي بتعود على الشركة يلي بتشتغل فيها بأرباح طائلة. برج القوس، ما في داعي للقلق، فالحبيب مغرم فيك وبيكن لك الكثير من الاحترام. أما مهنياً ما تيأس، بل اجتهد بعملك، فالمثابرة هي السبيل الوحيد للوصول للنجاح. برج الجدي، أنت غير مبالي أيها الجدي بمحاولة الشريك لفت نظرك، فمنحه المزيد من الاهتمام. مهنياً كون منتبه ومتيقظ، فبيحاول أحد الأشخاص إيقاعك بالخطأ للحد من تقدمك. برج الدلو، انتقادات الشريك بتزعجك وبتدفعك للبحث عن الوقت المناسب لمفتحته بالأمر قبل الوصول لطريق مسدود. مهنياً اليوم بيصير وضعك المهني خالي من أي مشاكل ومعاكسات، فاستفيد منه للتفكير بمشاريع مستقبلية. آخر برج معنا لليوم برج الحوت، بتشعر بالملل مع الحبيب وبتفكر جدياً بإنهاء علاقتك المتوترة. أما مهنياً ممكن يعكر أمر طارئ الجو وبيفتتح دورة أقل حظ ووهج من اللي عرفته بالفترة الماضية. مولود اليوم من برج الأسد، شخصية مستقلة، بتحب الأسرة والأصدقاء، بتحتاج لشعور بالحرية حتى تبذل أفضل ما عندك، خلاق وذكي جداً، وأحياناً بتسعى لتحقيق مصالحك الذاتية فقط. هذا كان كل شيء لليوم، وهلأ منتابع مع باقي فقرات MTV Alive.